قناة الجزائر الدولية منتصف الليل، إليكم أبرز العناوين. متحور أوميكرون يدخل بلدانا جديدة، ومنظمة الصحة العالمية تدعو لتكثيف حملات التلقيح. وزير الخارجية الجزائري يؤكد أن تحالف المغرب العسكري مع الكيان الصهيوني يبعده كثيرا عن الجزائر وشعبها. وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يستقيل من منصبه، وزيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إلى المنطقة. في الرياضة، سوريا تفاجئ تونس في كأس العرب، قطر أول المتأهلين، والجزائر لتعزيز الحظوظ أمام لبنان. أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل النشرة. بداية، دعت منظمة الصحة العالمية الحكومات إلى تكثيف حملات التلقيح ضد وباء كورونا بدل الإسراع بإغلاق الحدود خشية المتحور الجديد أوميكرون. يأتي هذا في ظل تزايد عدد الدول التي أعلنت رصد حالات أو حالات إصابات بالمتحور الجديد. متحور أوميكرون يدخل بلدانا جديدة، ومنظمة الصحة العالمية تطالب الدول بتكثيف حملات التلقيح بدل غلق الحدود. في الولايات المتحدة وصلت الحالات المكتشفة حتى الآن إلى 9 حالات مع احتمالات متزايدة بإحصاء المزيد. ودخلت أستراليا أيضا على خط الدول التي وصلها المتحور الجديد، فقد اكتشفت حالة إصابة لدى طالب لم يسافر إلى الخارج، وهو ما يعزز الاحتمالات بوجود إصابة أخرى لم تكتشف بعد. كما أعلنت ماليزيا رصد حالة لدى مسافر قادم إليها من جنوب أفريقيا عبر سنغافورة. وفي أوروبا التي بدأ المتحور يغزو مزيدا من بلدانها، قال المركز الأوروبي لمكافحة الأوبئة إن نصف الإصابات بفيروس كورونا خلال الأشهر القليلة القادمة بالقارة الأوروبية ستكون بالمتحور الجديد. يأتي ذلك في وقت قررت السلطات الصحية في سويسرا فرض حجر على نحو 2000 شخص جنوب البلاد بعد اكتشاف حالتين تحملان المتحور الجديد. ورغم الغموض الذي لا يزال يكتنف المتحور الجديد في سرعة انتشاره وقوة الأعراض التي يسببها، إلا أن منظمة الصحة العالمية قالت إن احتمالات انتشار أوميكرون على الصعيد العالمي تبقى مرتفعة، لا سيما وأن دراسة أجراها علماء في جنوب أفريقيا أكدت أن خطر إصابة الأشخاص الذين سبق لهم المرض بوباء كورونا مرتفعة ب3 أضعاف مع المتحور الجديد قياسا إلى متحوري بيتا ودلتا. وفي ظل شح المعلومات الدقيقة حول خطورة المتحور الجديد، تسارع الدول إلى اتخاذ إجراءات صارمة بفرض قيود جديدة للسفر من وإلى دول إفريقيا الجنوبية وعزل الأشخاص المصابين، مع اتجاه بعض الدول إلى سن قوانين لفرض إلزامية التطعيم. إلى ذلك، سجلت تونس أول إصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا المعروف بأوميكرون. وأعلن وزير الصحة التونسي أن الحالة تتعلق بشاب من الكونغو الديمقراطية قدم إلى تونس على متن رحلة من مطار اسطنبول بتركيا. وأشار إلى أن المصاب يخضع للحجر الصحي في أحد النزل وتجري حاليا عملية التقصي بالنسبة لبقية المخالطين له. تهدد عودة المغرب إلى إغلاق الحدود في إطار الإجراءات المتخذة للتصدي لكورونا بركود كبير في قطاع السياحة، تسبب ذلك في توقف تدفق السياح من الجوار الأوروبي وفي إلغاء كلي للحجوزات وتضرر أصحاب الفنادق في المغرب. للعام الثاني على التوالي يعيش القطاع السياحي في المغرب على وقع تهديدات الإفلاس بتفاقم هواجس المهنيين من ضربة قاضية تعمق من أزمة هذا القطاع الحيوي لاقتصاد المملكة، في أعقاب إعلان الرباط غلق حدودها من جديد جراء جائحة كورونا. وتم فتح الحدود وتبدينا مجموعة من الرحلة سواء داخل المغرب أو خارج المغرب، وكذلك استقطاب مجموعة من السياح للمغرب،
وكنا سنستبشر خيرا كذلك برأس السنة، يعني غيكون واحد النشاط السياحي جد مهم في المغرب. إلا تنفاجئوا بهذا القرار اللي نزل أمس، اللي هو قرار كما قلت لكم احنا ماشي ضده، ولكن قرار مفاجئ وخلانا احنا كما قلت لك احنا على وشك الإفلاس، وخلانا حطينا الخطوة الأولى في الإفلاس. في وقت يعول مهنيون على عطل أعياد نهاية السنة لتخفيف الخسائر التي يتكبدونها منذ عامين، تفاجأ العاملون في القطاع من إغلاق للحدود الجوية والبحرية، ما يعمق من خسائرهم المحتملة إلى أكثر من 100 مليون دولار على أقل تقدير. تهزت واحد رفع جزئي من الحظر اللي كاين وفتح الحدود وفتح الرحلات، يعني استبشرنا خير وبدينا سنستأنفوا العمل ديالنا. سنتلقاو طلبات من الخارج بمجموعة الحجوزات كما قلت على راس السنة، سنتلقاو طلبات داخل المغرب من المقيمين في المغرب اللي باش يقوا سياحة داخلية، وكاين مجموعة من الوكالات اللي انفيستات في هالشيء كما خلات قروض باش انفيستي باش بدا، ولكن القرار جا دمر كل شيء. وتشير تقديرات الوكالات السياحية المغربية إلى أن كل الحجوزات ألغيت وجل الفنادق سوف تضطر للإغلاق، لتضاف إلى قرابة 80% من الوكالات المقفلة منذ ظهور الجائحة مطلع 2020. قال رمضان عمامرة وزير الخارجية الجزائري إن كل خطوة تخطوها السلطات المغربية ضمن تحالفها العسكري مع الكيان الصهيوني تبعدها كثيرا عن الجزائر وشعبها. وقال العمامرة في تصريح صحفي على هامش أعمال الندوة 8 رفيعة المستوى حول السلم والأمن التي ينظمها الاتحاد الإفريقي بوهران إن السلطات المغربية بتحالفها مع الكيان الصهيوني تساهم في تصاعد غير مسبوق للهيمنة الصهيونية على المنطقة. شكل اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر ملفا محوريا في مناقشات اليوم الثاني من أشغال الندوة 8 رفيعة المستوى لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي. وأكد المشاركون في الندوة على ضرورة التسريع في تنفيذ مخرجات اتفاق الجزائر لتحقيق الاستقرار والسلم الدائم في مالي. 4 ركائز أساسية يقوم عليها اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر والمبرم عام 2015 كانت ضمن أشغال اليوم الثاني من الندوة رفيعة المستوى لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، حيث شدد المتدخلون على ضرورة وضع الآليات اللازمة لتجاوز العراقيل والتسريع في تنفيذ اتفاق الجزائر ميدانيا. تشوف الخريطة الآن نتاع الساحة ككل مش غير مالي، تشوف باللي تدخلات من كل جهة، تدخلات جاية من غير من يعني بلدان بعيدة من المنطقة هذه، وكاين تدخلات حتى من المنطقة ولكن بأجندة مرتبطة بالأجندات الخارجية. التأخر في تنفيذ اتفاق الجزائر بعد أزيد من 6 سنوات من الإمضاء عليها كان له برأي المشاركين في ندوة وهران تداعيات خطيرة على أمن ليس مالي فحسب بل على كل دول المنطقة. الأكورد دالجي très important et je dirais fondamental pour stabiliser le Mali mais la région. باسكو تقدر دير نتايا دي ميكانيزم، تقدر دير واش تحبكم كوبيراسيون، بصح سي اون ان مايون فابل كي لو مالي بور لانستون ما عندوش دي انستيتيوشن سوليد و لانستابيليتي في المالي ال لوي بيرمي با دو جوي سون رول. تراهن الدول الافريقيه من خلال مثل هذه الندوات على تجسيد اتفاقات التسويه السلميه للازمات واستغلال الخبرات الدبلوماسيه للافارقه لتحقيق السلم والامن في كافه اقطار القاره السمراء. التغيرات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها منطقة الساحل والصحراء من مالي إلى ليبيا تفرض على الأفارقة تكثيفاً للجهود وتوحيداً للرؤى لتحقيق الأمن والاستقرار في مالي عبر التسريع في تنفيذ المسار المنبثق عن اتفاق الجزائر. لقناة الجزائر الدولية فاهم بو عبد الله من مدينة وهران الجزائرية.
إلى ليبيا، أين قضت محكمة الاستئناف بليبيا بقبول الطعن في ملف سيف الإسلام القذافي وإعادته لسباق رئاسيات 24 من ديسمبر الجاري. قرار سيشعل الرئاسيات الليبية من جديد ويخلط أوراق المترشحين. العد التنازلي للانتخابات الرئاسية الليبية انطلق، فبعد ساعات من قرار محكمة الاستئناف جنوب ليبيا قبول ملف ترشح نجل معمر القذافي سيف الإسلام وإعادته إلى الرئاسية، تغيرت موازين القوى السياسية في ليبيا. في وقت أدرك الجميع أن الدبيب وضع يده على كل الأجهزة القضائية والأمنية في غرب البلاد، واستفاد من موقعه كرئيس للحكومة، أعادت محكمة الاستئناف سيف الإسلام لسباق الرئاسيات القادمة بقبول ملف الطعن أمام محكمة الجنوب. نجل القذافي وفي تغريدة له عبر تويتر قدم الشكر والتقدير للقضاة وكل من وقف معه لحماية المحكمة من المسلحين لتمكينهم من إيداع ملف الطعن. كل الشكر والتقدير لقضاة ليبيا الذين غامروا بأنفسهم في سبيل كلمة الحق، وأهدي هذا النصر لكل الشعب الليبي. الصراع على كرسي الرئاسة في ليبيا بدأ من الآن، فبين من يملك السلاح في الميدان ومن يملك السلطة والأموال تبقى الانتخابات الرئاسية أمام تحدي إجرائها في وقتها المحدد بحسب مختصين. بروز مؤشرات تطرح بقوة فرضية تأجيلها في ظل إصرار المجتمع الدولي على إجرائها في آجالها المحددة تطرح علامات الاستفهام. الانقسام الحاصل بين الليبيين يبقي المشهد السياسي غامضاً قبل أيام من الرئاسيات. في ظل وقوف الجهة الشرقية مع المشير خليفة حفتر والجهة الغربية مع دبيبة، بينما يحظى نجد القذافي بشعبية ترغب في العودة إلى الماضي رغم مرارته هروباً من الحاضر الأليم، تنتظر ليبيا من يقف معها لتضميد جراحها بعد 10 سنوات من الخراب. دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أطراف النزاع في إثيوبيا إلى وقف المعارك بصورة فورية، وجاء في البيان المشترك الذي وقعه كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش ورئيس الاتحاد الأفريقي موسى فكي دعوة أطراف النزاع في إثيوبيا إلى إجراء حوار وطني شامل لاستعادة السلم والديمقراطية وإرساء أسس الحكم الراشد وحقوق الإنسان. وقعت الإمارات العربية المتحدة صفقة تاريخية مع فرنسا لشراء 80 طائرة من نوع رافال و12 مروحية من طراز كاراكال، واعتبر الإليزي الصفقة إنجازاً كبيراً للشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وسيتم تسليم الطائرات بدءاً من 2027، وتأتي الصفقة بعد 10 سنوات من مفاوضات انطلقت بدعم من الرئيس السابق نيكولا ساركوزي. أفادت مصادر مطلعة بأن الجولة السابعة لمفاوضات فيينا ستتوج باجتماع رسمي لاتفاق على استئنافها الأسبوع المقبل، وذلك بعد التشاور بشأن مسودتي مقترحين قدمتهما طهران. وبالرغم من تصريحات سابقة غير متفائلة من الطرفين، تحدثت الخارجية الإيرانية عن إمكانية التوصل لاتفاق جيد، ومن المقرر أن تعود الوفود الغربية إلى عواصمها للتشاور بشأن مسودتي المقترحين بشأن رفع العقوبات عن طهران وملفها النووي، وتنتظر ردا من الدول الغربية عليها. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن تبحث مبادرات شاملة حتى يكون من الصعب على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخاذ أي إجراء ضد أوكرانيا. يأتي ذلك في وقت يجري مسؤولين أمريكيون مناقشات مع الحلفاء الأوروبيين بشأن حزمة عقوبات جديدة على روسيا قد تدخل حيز التنفيذ إذا غزت أوكرانيا، وتطال العقوبات كبار المسؤولين في الكريمينال بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
لم يخلو لقاء وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكين الخميس من لغة التحذير والوعيد وإن تخللته عبارات الود، في مؤشر ينذر بتعاظم خطر نشوب مواجهة عسكرية قريبة على الحدود الشرقية لأوكرانيا. قبل ذلك وخلال الأسابيع الماضية لم تخفف واشنطن ومن ورائها النيتو من لهجتهم ضد موسكو، متوعدين إياها بعواقب وخيمة في محاولة لردعها عن مهاجمة أوكرانيا. تنفي موسكو أي نية لها في غزو جارتها، لكن تطميناتها لا تلقى أذانا صاغية من جانب الغرب الذي يتوجس من حشودها العسكرية على الحدود الشرقية لكييف. على الحدود مع دونباس وفي جزيرة القرم تجري روسيا تدريبات عسكرية تقول إنها لاختبار جاهزية جنودها. قبل أيام صرح رئيس وكالة الاستخبارات الدفاعية الأوكرانية كريليو بودانوف باحتمال اشتعال حرب في نهاية يناير أو بداية فبراير من العام المقبل. كييف بدورها تستعد للحرب وتستنجد بالغرب لتقديم الدعم العسكري مقرونا بحزمة عقوبات على موسكو لردعها عن المضي في مخططاتها. تقول روسيا إن تحركاتها هي رد على استفزازات النيتو الذي تتهمه بالسعي للتوسع شرقا، بينما تحض كييف ومن ورائها الدول الغربية روسيا إلى الالتزام باتفاقيات مينسك ووقف إطلاق النار في دونباس. جزيرة القرم ومنطقة دونباس ومشروع نورد ستريم 2 الغازي ومشكلة المهاجرين على حدود بيلاروسيا كلها عناوين لأزمة تتعاظم وتنذر بالانفجار في حال فشلت المساعي الدبلوماسية، خصوصا وأن ضجيج الآليات العسكرية يبدو أقوى من حديث الساسة والتهديد بعقوبات اقتصادية في الأزمة الأوكرانية. فلمن ستكون الكلمة الفصل؟ قدم وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته من حكومة نجيب ميقاتي بعد نحو شهر من الأزمة الدبلوماسية التي شهدتها العلاقات اللبنانية الخليجية. وأعرب قرداحي عن أمله في أن تشكل استقالته بادرة حسن نية للمساهمة في حل حالة الأزمة الدبلوماسية التي أعقبت تصريحاته بشأن الحرب في اليمن. لبنان أهم من جورج قرداحي وأهم من موقع الوزاري. بهذه الكلمات وضع وزير الإعلام اللبناني حدا لتواجده في حكومة ميقات المشكلة حديثا، معتبرا استقالته فرصة لرأب الصدع ومحاولة لحل الخلاف الدبلوماسي مع دول التعاون الخليجي. إنني لا أقبل بأن أستخدم سببا لأذية لبنان واللبنانيين في السعودية ودول الخليج الأخرى، ومصلحة اللبنانيين أهم من موقع الوزاري، لذلك قررت التخلي عن منصبي. قرداحي اعتبر استقالته التي تسبق زيارة الرئيس الفرنسي للسعودية وبعض الدول الخليجية بادرة حسن نية لفتح باب التفاوض والوساطة الفرنسية في سعي لتخفيف حدة الأزمة الدبلوماسية وتجنب ما قد يحدث من مشاكل مع الجالية. حرب اليمن التي تسببت لنا بكل هذه الأزمة لن تستمر إلى الأبد. سيأتي يوم يجلس فيه المتحاربون على الطاولة ويوقعون سلام الشجعان. عندها أرجو أن يتذكروا أن هناك رجلا في لبنان طلب بوقف الحرب. تعود بداية الانسداد الدبلوماسي بعد اعتبار قرداح الحرب باليمن عبثية وبأن للحوثيين الحق في الدفاع عن أنفسهم، خلال مقابلة في برنامج تلفزيوني سجلت قبل أن يعين وزيرا وأثارت غضب السعودية والكويت والبحرين والإمارات التي ردت باستدعاء سفرائها من بيروت. فهل ستعيد استقالة قرداح الدفء للعلاقات بين بيروت والعواصم الخليجية؟ في الرياضة وفي منافسة كأس العرب بات المنتخب القطري أول المتأهلين إلى الدور الربع النهائي بعد تحقيق الفوز الثاني على حساب عمان بهدفين لهدف، فيما انتهى اللقاء الذي جمع البحرين والعراق بنتيجة التعادل السلبي. اقتنص المنتخب الإماراتي فوزا صعبا وثمينا من نظيره المنتخب الموريتاني بهدف دون رد، وتفوقت سوريا على تونس بهدفين دون رد في مباراة مثيرة.
يلتقي اليوم المنتخب الجزائري بنظيره اللبناني في إطار الجولة الثانية، مباراة يأمل من خلالها لاعبو المدرب مجيد بوغرة مواصلة تألقهم وحجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي قبل مواجهة مصر في الجولة الأخيرة. عندما تكون مرشحا فوق العادة يكون التحدي أكبر وتكون النقاط غالية والفوز عليك إنجازا. محارب الصحراء أمام تحدي لا توقف عن سلسلة لا هزيمة ومواصلة السير على درب المنتخب الأول. يواجه في الجولة الثانية منتخب لبنان المنهزم في آخر مباراة أمام المنتخب المصري، مباراة يعول فيها رفاق السفاح بغداد بنجاح على ضمان التأهل مبكرا إلى الدور القادم من المنافسة التي قدم إليها زملاء القائد رايس وهاب بولحي لأجل تحصيل اللقب دون سواه والتربع على عرش الكرة العربية. تشكيلة الماجيك المدججة ببعض لاعبي المنتخب الأول يعول على روح الفوز التي رسخها فيهم الكوت جمال بالماضي، عسى أن ينظروها في المنتخب المحلي لأجل اكتساح الجميع ونيل الكأس الغالية في بلاد المونديال. إليكم الآن مشاهدين الجدول الكامل لمباريات اليوم. أعلنت الفيفا اليوم عن قرار يخص تصنيف العالمي للمنتخبات، حيث سيتم احتساب نتائج مشاركة المنتخبات في كأس العرب في التصنيف، وبالتالي مباريات دورة كأس العرب هذه سيتم تصنيفها على أساس مباريات ودية دولية خارج تواريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم. بهذا نأتي وإياكم مشاهدينا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، في أمان الله.